كفر اول القصيده من ما تعمليش عقيده انت ليه بترغيامه. هقول اجابتين، واحده مش انا اللي هحكيها، الناس هي اللي تحكي عشان الناس هي اللي شافت. الثانيه ان انا حامي، كنت بعمل ده، كنتش خايف، كنتش مقلق، اللي انا عارف انا جاي هعمل ايه. بس نيكس اونلي فانز وديسكورد، حي مراب زي الفانز وسكيت بورد، ليو بيستول زي جونزا كيمبو، فاضي طلق في الارض ده بنز بريكلو، كل خطوه بحساب عندي تبنى الوزدم، كل اللي فاتناه واللي جاي بالبورد مش وعد بالفورنيه. ايه في اللي بيحصل؟ هو الموضوع ان هم ما كانوش متوقعين ان انا هطلع كده قوي، فاهمني ازاي؟ فالموضوع كانت الانرجي بتاعته حلوه. تشهد وانت على الله تفهم اخر الصبر تش تصرف. انا هوصل للبوينت مش سيمي بوينت. اخر الصبر تش تصرف، مش هيك الخزنة وجهز للدار، ما تقوليش راب وانت فيك كول عشان الشباب كده كده ما بتعملش حاجه وحشه. الفكره كلها هي مش كومبيتيشن بس، على قد ما احنا كلنا بنعمل حاجه احنا بنحبها. فوانس ان انا جيت عملت حاجه انا بحبها، الناس شافت ان انا بعمل حاجه انا بحبها وشافت ان انا حقيقي في الموضوع ده، بس خلاص انا مبسوط. عشان ده كده كده افضل اعمل راب يعني. شخصيتك اخبس قاعد جوه لاب وبجهز شغال على تراك، عندك تراك وماده بس حام بعد ما بعت راسك جوه سجل اهلا، ما انت صمت نعمل وشمعتنا بتقيل كل خطه. وخلتني عندي حته ان انا حاسس ان انا عايز يبقى عندي فاريشن اكتر في حاجات تانية. يعني هو الموضوع كله خلاني ان انا قشطه، انا براب اصلا وبجرب و بس حاسس ان الموضوع اخد معايا انا في دماغي سكه تانية، اللي هو انت مش بس بتراب ومش بس ان انت عارف ان انت ارتست، بس بتتعامل اكتر على هذا الاساس حتى ما بينك وما بين نفسك، ان انت لا يلا روح جرب حاجه جديده، فاهم انت؟ وعدل واعمل وسوي. فهي دي النقطه يعني. انا حام من اسكندريه، سيمي فاينل في اسكندريه. استنى هيفي بس كده.